واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال عليه الصلاة والسلام كما بالحديث المخرج في السنن المسند: في آخر الزمان أيام تسمى أيام الصبر، والقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، وأجر العامل فيها كأجر 50 رجلا. قالوا: منهم يا رسول الله ومنا؟ قال: منكم. هذه مع كونها تخبر عن واقع مر إلا أنها تشرح صدر المسلم للعمل والمدافع. أجر 50 من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس، أجر 50 من الصحابة، هذا ليس الأمر بالسهل ولا بالهين. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والمعنى أن الإكثار من العبادة في زمن الفتن يعادل الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، وذلك لأن الناس في زمن الفتن يغفلون عن العبادة، فحثهم صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لربه وأعلم العباد بالشرع، حثهم على الإكثار من عبادة في زمن الفتن. ولا ريب أن الناس في زماننا هذا أحاطت بهم الفتن، في من أكثرها أحاطت بهم فتن المال وفتن النساء وفتن القتل وغيرها. فأما فتن القتل والهرج فإن الهدي والسنة فيها الاستمساك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله المتين والبقاء على بيعة ولي الأمر المسلم والحرص على أن يكون المسلم مع جماعة المسلمين لا يشذ عنهم. يعني مر بنا ظروف فيها شدة على بعض بلاد المسلمين وحروب وقتل بالجملة، هذه فتنة. من من الناس حتى من طلاب العلم يقول: رأيت الناس انشغلوا بهذه الأمور فأنصرف إلى قراءة القرآن، أشغل نفسي بدل قراءة الصحف وبدلا من أن أستمع إلى آلة فيها الأخبار أصلي بقدر الوقت الذي يستمع فيه الناس ويرون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم، فافهمه فهم بيان. إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهاني.